الملكي. حيث كنا في الموعد وتحلينا بالمسؤولية السياسية الكافية. وتحملنا التكلفة المالية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، والذي بالمناسبة كلف ميزانية الدولة ما يعادل 45 مليار ديال الدرهم. اسكت السيد المستشار، أعطيتك سيد المستشار، خليني نجاوبك أنا. غادي نجاوبك سيد المستشار. أولا سيد المستشار، اسمح لي يا سيدي، ما تجاوبنيش أنا خليتك تتكلمت، وما تجاوبنيش، خليني أعقب. إذا كنت تحترم هذه الرئاسة وتحترم هذا المجلس، تكلمت كلامك كامل، خلينا نجاوبوك، لأنك الناس زادوا غوتوا لأنك اتهمتهم اتهام مباشر، وهذا غير أخلاقي داخل مجلس المستشارين، اسمح لي، غير أخلاقي، نحن نحترم كل مكونات المجلس. محترم اسمح لي نقاطعك وأذكرك سيد المستشار المحترم، اسمح لي باش نقاطعك سيد المستشار. شكرا سيد المستشار. تفضل سيد المستشار. ليس سيد المستشار، أنت خارج القانون سيد المستشار. تفضل وخليني نجاوبك. سيد المستشار. واخا سيد المستشار تفضل خليني نجاوبك. سيد المستشار اش هذا الشيء؟ هذا غير ما تقوله سيد المستشار، وخارج نقطة نظام وخارج القواعد المعمول بها، وما تقوله يلزمك أنت وحدك. تفضل سيد. كلامك سيد المستشار، واش بغينا نخلوك تتكلم حتى الغدا سيد المستشار؟ سيد المستشار، واش بغيتنا نخلوك تتكلم حتى الغدا؟ كلامك خارج السياق، وكلامك خارج. واش نخلوك؟ شكرا سيد المستشار. السيد صافي، أخذت
السيد المستشار تسنى توري ريح نقول لك وتفضل تفضل سيد المستشار نقول لك تفضل سيد المستشار سيد المستشار سيد تفضل سيد المستشار تفضل تفضل سيد المستشار بلاصه سيد المستشار المحترم تفضل بلاصتك سيد المستشار المحترم سيد تفضل قاعد هدوء سيد سيد المستشار سيد المستشار السيد المستشار المحترم السيد المستشار المحترم السيد المستشار سيد سيد ملك سيد ملك قول انا ها سيد ملك سيد ملك انا غادي نجاوب انا غادي نجاوب خليني نختم هذه السيد المستشار ها سيد المستشار سيد المستشار ها سيد المستشار السيد المستشار اسكت السيد المستشار اعطيتك سيد المستشار خليني نجاوبك انا غادي نجاوبك سيد المستشار اولا سيد المستشار كلامك خارج الاطار القانوني اسمح لي يا سيدي ما تجاوبنيش انا خليتك تتكلمت انا خليتك تتكلمت وما تجاوبنيش خليني اعقب خلي اذا كنت تحترم هذه الرئاسه وتحترم هذا المجلس تكلمت كلامك كامل خلينا نجاوبوك لأنك الناس زادوا غوتوا لأنك اتهمتهم اتهام مباشر وهذا غير أخلاقي داخل مجلس المستشارين غير أخلاقي داخل مجلس المستشارين اسمح لي غير أخلاقي نحن نحترم كل مكونات المجلس والكل لديه الحق لذلك نعتبر أنفسنا ربحنا جميعا رهان الحوار الاجتماعي في شموليته وأهدافه الاجتماعية النبيلة والتي أدت في نهاية المطاف إلى تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين الذين اعتزوا بدورهم الريادي في بناء مسلسل الدولة الاجتماعية حيث كنا في الموعد وتحلينا بالمسؤولية السياسية الكافية وتحملنا التكلفة المالية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي والذي بالمناسبة كلف ميزانية الدولة ما يعادل 45 مليار ديال الدرهم في أفق 2026 وهو مبلغ يفوق ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي على امتداد 3 ديال الولايات الحكومية السابقة وبذلك تكون هذه الحكومة هي أول حكومة في التاريخ السياسي للمملكة المغربية للتوصلات مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات إلى اتفاقين تاريخيين خلال نصف ولايتها الحكومية فقط وهي إشارة قوية تبرز التوجه الديمقراطي الاجتماعي اللي اتخذناه منهجا ومقاربة تشاركية في تعاطينا مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة عموما وللفئات الهشة والمتوسطة على وجه الخصوص السيد الرئيس المحترم حضرات السيدة السادة إذا كانت الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ساهمت في تطوير نموذجنا المغربي للحوار الاجتماعي راكمنا من خلاله نتائج جد متقدمة لصالح كل من الفئات والطبقات الاجتماعية المغربية فإننا اليوم مطالبين بخلق فضاءات جديدة
بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعة للتعاطي مع بعض المنفات الاجتماعية المستعجلة. فمن موقع المسؤولية ومن باب قول الحقيقة نؤكد أمامكم أنه حان الوقت لفتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وكتضمن ديمومة ديال الصناديق ديالو. فهذا الإصلاح الذي سنباشره والذي ناقشنا بعد المبادئ ديالو الأساسية مع النقابات والمهنيين يشكل جزءاً لا يتجزأ من مسار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية. وفي نفس الوقت كنعتبر أنه لا يعد مقبولاً أن تبقى بلادنا وهي التي غاكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإدارة. فبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإدارة ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإدارة ببلادنا، قررنا بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامنه على أنظار البرلمان. وإن شاء الله نتمنى أنه في هذا الأسبوع سي سكوري اللي كانت عنده لقاءات مع لاسوجيام ومع معالي السنديكا أنه في هذا الأسبوع نعود ندخل النقاش داخل شكل فيها الحوار الاجتماعي مدخل رئيسي لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية في شموليتها. فالمملكة المغربية أصبحت أكثر من أي وقت مضى تتميز بوجود نقابات ومنظمات مهنية مسؤولة وحكومة قوية بإرادة سياسية طموحة، الشيء الذي أكسبنا مناعة حقيقية لتجاوز كل الإكراهات والصعوبات التي كان يعرفها الحوار الاجتماعي الوطني القطاعي خلال الفترات السابقة. فإرساء جيل جديد من الحوارات الاجتماعية يعني في القطاعات الاستراتيجية مكن من تحقيق مكاسب تاريخية لفائدة الشغيلة المغربية والتوصل إلى حلول جذرية للملفات التي ظلت عالقة. وقد أفضت هذه الجولات الحوارية في قطاع التربية الوطنية إلى اتفاق توري بين مركزية النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة وفي ظرفية اقتصادية ومالية صعبة، وهو التتويج لمسار إيجابي مؤطر بنقاش مسؤول وانخراط وطني فعال لكل الفرقاء. فالحكومة كانت تحدها رغبة جامحة في جعل الحوار الاجتماعي محطة أساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأسلاك التعليمية وفق مقاربة شمولية مبنية على الإنصات والمسؤولية والثقة والمتبادلة بين جميع الأطراف والتزامها الراسخ
في إنجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية انطلاقاً من المتكازات التي رسمتها الحكومة لمستقبل المدرسة العمومية. ولذلك كنا حريصين على التجاوب الإرادي مع الملفات المطلبية لكل الهيئات داخل الحقل التربوي، وضرورة التوصل إلى حلول واقعية كتعكس وفاءنا بتعهداتنا السياسية، لا سيما إعادة النظر في وضعيتها المادية والاعتبارية باعتبارهم شركاء أساسيين في إصلاح المنظومة التعليمية في بلادنا. هذا المسار التوافقي مع شركائنا الاجتماعيين في القطاع توج بالتوقيع على محضر يعني 26 ديسمبر 2023 الذي عزز من المكاسب التاريخية لرجال ونساء التعليم على اختلاف مستوياتهم، والذي بالمناسبة ستصل تكلفته الإجمالية إلى أزيد من 17.5 مليار ديال الدرهم في أفق 2028. وقد مكن هذا الاتفاق التاريخي من استفادة ما مجموعه 340 ألف من الأطر الإدارية والتربوية العاملة يعني بقطاع التربية الوطنية. وبنفس الطموح والإرادة التي أخذناها على عاتقنا لمعالجة كل الملفات الاجتماعية، جعلت كذلك الحكومة من الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي مدخلا مركزيا ضمن التوجه الاجتماعي للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية وتوفير كل الشروط اللازمة لهذا الورش الوطني وإقرار حكمة جديدة يتم من خلالها رد الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي. فالوعي الراسخ بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي وجعله جعلنا ملزمين منذ بداية الولاية الحكومية بإطلاق مسلسل الجولات الحوارية مع ممثلي الشغيلة الصحية ومواصلة النقاش حول الملفات المطلبية التي تهم تحسين الوضعية المادية لمهني الصحة بما يخدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا القطاع الاستراتيجي. فعلى امتداء السنتين الماضيتين حققت الشغيلة الصحية مكتسبات اللي هي جد مهمة تم التنصيص عليها بموجب القوانين والأنظمة الجديدة المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك بتوافق تام مع المركزيات النقابية بالقطاع. فالحكومة خاضت جولات حوارية مع النقابات في القطاع الصحي بكل مسؤولية وتجرد، أفضت خلال سنة 2022 إلى تسوية عدد من المطالب الأساسية كتهم هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة وتحويلهم الرقم وتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته. كما عملنا على التسريع من وتيرة الترقي للممرضين وتقني الصحة وصرف مستحقاتهم المالية. في نفس الوقت قمنا بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم. وبالنظر لرؤية الحكومية الجديدة التي يحملها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة البحث العلمي والابتكار باكت إسري وحرصنا الجديد للنهوض بهذا القطاع، كان لابد من توفير كل الضمانات الضرورية لإنجاحه، وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري لمنظومة التعليم ومنظومة التعليم العالي والابتكار. وفي هذا الإطار تأتي مخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي كتتويج لمسار طويل من الحوارات المتتالية التي تهم عددا من الملفات المطلبية، حيث مكنت المقاربة التشاركية التي اعتمدت الحكومة من إقرار نظام أساسي تاريخي ومحفز لفائدة الأساتذة الباحثين، والذي تضمن مقتضيات غير مسبوقة همت بالأساس تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة، رفع من التعويضات المخولة لها اللي وصلت حتى 3000 درهم شهريا على 3 ديال الدفعات، والاتفاق كذلك على إحداث درجة جديدة في إطار
يعني أستاذ التعليم العالي ورفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة المستوفين للشروط المطلوبة، بالإضافة إلى منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان. على هذا الأساس سيبلغ عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق جولة الحوار الاجتماعي، أي منذ تنصيب هذه الحكومة، إلى ما مجموعه 4,250,000 مواطن، يعني 1,250,000 موظف في القطاع العام وثلاثة ديال المليون في القطاع الخاص. حضرات السيدات والسادة، إنكم تدركون تمام الإدراك أن الظرفية التي تحملنا فيها المسؤوليات ديال التدبير الحكومي كانت ظرفية صعبة ومعقدة تقف وراءها عدد من التحديات والإكراهات الدولية والوطنية. والتي تعرفون آثارها ومخلفاتها، سبق أن تداولنا معكم في هذا المجلس الموقع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو بطبيعة الحال اللي كنشوفوا فيه الناس في هذا مجلس المستشارين بطبيعة الحال كيرفعوا الجلسة، والسبب بطبيعة الحال هو الغطرسة ديال الحكومة والأغلبية. كنشوفوا حنا الحكومة هذه عندها أغلبية مريحة جدا، وهذا الشيء اللي كيخليها كتستفرد بالقرارات ديالها وكتهمش المعارضة ولا يعتد بما تقول وبآرائها، كيديروها بحال كما كيقولوا الناس القدام، المرأة كيقولوا استشرها وما تدرش بريها، سولها وما تدرش بريها. داك الشيء اللي كيديروا دابا المعارضة ما بقى عندها لا تأثير لا والو، وفاش كتلقى راسها ما يعني ما عندها لا تأثير ولا حتى حاجة يعني، والكلام ديالها غير زايد ناقص، كيديروا هذا الاحتجاج هذا وكيضطروا انهم يرفعوا الجلسه وكينهيوها ولا كيساليوها بهذه الطريقه هذه المؤسفه. طبيعه الحال شكون اللي كيضيع؟ المواطنين هما اللي كيضيعوا في المصالح ديالهم وغير ذلك. المفروض هو ان هاد الناس هادو يتحدوا ويشوفوا شي طريقه اللي غادي يخدموا بها الناس ديال المغرب والمواطنين ديالهم، ماشي العكس تماما. وهذا الشيء اللي خصو يكون في الجلسات المقبله، ولكن للاسف حنا عندنا المعارضه وعندنا هذا الشيء وعندنا الحكومه ما مسوقينش للشعب بجوج، كلشي كيجيو كيتصوروا علينا وصافي في هذا السميتو ديالهم وصافي، في هذه الجلسات التصويريه اللي كيصوروا فيها ما يقع داخل هذا البرلمان ولا هكا، بحال ما عنده لا تأثير لا والو. داكشي اللي كديروا الحكومة راه غديروا بحال قانون الإضراب وما إلى ذلك، وما شي الله يحد الباس وصافي. تحياتي لكم.